السلام عليكم. هنا سأرجع أولا إلى بعض أقوال متدخلين طفيليين في كل ما يخص وما يتعلق بالمغرب وصحرائه، التي لا يمكن لا لمحل ولا لمتحلل ولا لمراقب ولا لمشاغب ولا لعدو من الداخل ولا لعدو من الخارج أن يساوم المغرب عليها. هذا أولا. ثانيا، مقدمة كمارة لكمارة في قناة فرنسية تطرقت إلى موضوع إسرائيل مع المغرب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن مع وجها لوجه، وكأنه شرط تشهره إسرائيل في وجه المغرب لقاء. وهل ستعترف إسرائيل بمغربية الصحراء أم لا؟ واستقبلت أحد المحللين الخبراء، ومع الأسف مسؤول في تسوية الصراعات أو النزاعات الدولية على ما يقال، تكلم أو حلل مماطلة إسرائيل بالاعتراف بمغربية الصحراء المغربية، وقال كلام لم يعجبني أنا شخصيا. أنا الذي لست لا بخبير ولا بمحلل سياسي، قلت قال كلام عن المسؤولين السياسيين المغاربة وكأنه يحسب نفسه أو يظن نفسه هو أفضل منهم أو هو أوعى أو واعي أكثر منهم، حيث قال أعتقد أن المسؤولين المغاربة ركزوا عن العائد المنشود من البيت الأبيض إلى آخره. نسمعه نرجع. هرولة لتطبيع؟ أعتقد أن بعض المسؤولين في الرباط ركزوا رادارهم أكثر من اللازم على العائد المنشود من البيت الأبيض وكيف سينعكس هذا على قرارات مجلس الأمن قال لك دعنا نجاري هؤلاء الواقعيين واللاهتين عن مصلحة تازة قبل غزة. شوف الوقح. وقال هذا الشخص المتحلل أنه حان الوقت لكي يضع أهل الرباط نص الاتفاق، يعني اتفاق مع إسرائيل في متحف الودايا بالرباط إلى آخره، أن هناك تطبيع بهذه الطريقة، لكن دعنا نجاري حتى هؤلاء الواقعيين واللاهتين عن مصلحة تازة قبل غزة، وهؤلاء الذين هم طبعوا مع التطبيع ولم يحصدوا الكثير. يبدو أن الآن بعد هذه السنوات يبدو أنه حان الوقت لكي يضع أهل الرباط نص الاتفاق في متحف الودايا في الرباط، لأنه لم ينتج نتائج حقيقية على الأرض، باستثناء أن إسرائيل تستفيد المرة والأخرى. وأعتقد إذا وصلنا إلى هذه المساومة الرديئة، بالله عليكم هل هذا الكلام يقوله من يدعي أنه خبير في الأمم المتحدة ومسؤول يا حسرة عن سوية الصراعات الدولية؟ وقال لا يبدو أن حكومة نتنياهو تأخذ هذا المطلب المغربي بجدية كاملة إلى آخره. هذا وقع قبل اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء بيوم أو يومين. والله ما كاين لا محلل ولا خبير ولا شيء، الكل يتكلم فقط من أجل الكلام ومن أجل الشهرة والظهور في القنوات. يا أستاذ الشرقاوي، هذا المحلل هذا اسميته الشرقاوي، يا أستاذ الشرقاوي محلل وما خبيره، إنك مخطئ وكلامك خاطئ وتحليلك تحلل. إسرائيل اعترفت للمغرب بصحرائه المغربية، وبما أنك عضو في الصراعات الدولية اذهب وابحث عن مراسلات اعتراف إسرائيل إلى الأمم المتحدة. أما أنتم يا أعداء الوطن في الداخل والخارج فلا عزاء لكم، واغلقوا أفواهكم وأبواقكم فيما يخص هذا الموضوع. أرأيتم يا مسلمين، هذه إسرائيل التي لم تهضم لكم يوما تعترف للمغرب بوحدتها الترابية. إسرائيل ليست مسلمة يا مسلمين، لكنها تعرف واعترفت. أين أنتم يا بعض الدول التي تسمي نفسها مسلمة وتعارض مع الأسف كل ما هو حق للمغرب والمغاربة؟ سدينا هذا الباب هذا.